هل بمعرفتك المالية بالرئيس لحود، هل الرئيس لحود كان يتلقى الرئيس أولاً؟ لحود هل دخل في شبكة منظومة الفساد؟ الرئيس لحود حسب علمي أنا شخصيا، وهلأ هون مثل واحد عم بيشهد باللي هو بيعرفه، هيدا الموضوع كان كتير بيزعجه، كان بينزعج أنه حدا يحسه أنه هو له سعر، هيدي النقطة كانت تزعجه كتير. وهيدا الموضوع صار برئاسة الجمهورية أول ما بلش العهد تبع الرئيس لحود، فهم الرئيس لحود أنه حتى في دول أخرى تبعت عادة لرئاسة الجمهورية، يعني تعودوا مش أول رئيس بينعرض عليه، لما صار رئيس جمهورية بيبعتوا أموال وبيقولوا لهم أنه هيدا تصرفوا على حالك إعلاميا وإلى آخره، تبرير للقصة. وقت الرئيس لحود قال أنه نحن طلبنا من هالدول استبدال هالأموال اللي عم يبعتوها لإلنا، أنه يعملوها هبة للدولة اللبنانية ويعطونا فيهم مثلا تبع الدفاع المدني، تبع طفيات الحريق، تراكس، تبع أمبولانسات وأشياء كتيرة من هيدا النوع، استبدال كل اللي كانوا عم بيجربوا يطرحوه كمال لإله، يلي هو ما بيفوت لا بالخزينة ولا بينحسب له حساب، بيكون بالأسود يعني، لحتى يقدر يساعد لبنان ويستفيد من هالإيدي. استاذي جينا، لو بدي تختصري لي بشكل سريع، لأنه بدنا ندخل على القرار 1559 وانتخابات العام 2000 هو أساسية، والتمديد للرئيس لحود، شو الإنجازات المالية إذا صح التعبير وبمكافحة الفساد جديا، لأنه الرئيس لحود قدم نفسه صح، وكأنه هو سيد مكافحة الفساد، ومشان هيك اختلف مع الرئيس الحريري ومع الآخرين وكذا، شو الإنجازات الفعلية اللي كانت بعهده؟ أول شيء الرئيس لحود بس إجا حسب معلوماتي في حادثة صارت خاصة بوزارة المالية، بس أنا ما بذكرها مثل ما ذكرها أستاذ جورج. حسب ما أنا بذكر، ما كنت موجودة معهم أكيد، بس حسب ما بذكر أنه وقت اللي وصل الرئيس لحود على القصر الجمهوري طلب الموازنة، كان وقتها بعد ما في حكومة، كان بعد ما عمل رئيس، كان بعده قائد جيش بال 97، هي ما بعرفها. أنا اللي بعرفه أنه بال 98 لما الرئيس لحود فات على القصر الجمهوري، وقبل ما يشكلوا الحكومة يعني بعد قبل بالفترة دغري أول ما وصل، طلب الرئيس لحود من وزير المالية بهذاك الوقت فؤاد السنيورة أنه بدنا الموازنة اللي مفروض أنه محضرينها بوزارة المالية، ولكن ما كانت تجي الموازنة. حسب معلوماتي أحد الضباط اللي موجودين كانوا بالقصر الجمهوري هو نزل على وزارة المالية، وعرفت أنه صار في إشكال مع سكرتيرة الوزير، ولكن رجعوا على القصر الجمهوري معهم الموازنة. وبوقتها كنت أنا حضرت برنامج لحتى نستوعب هالمعلومات ونقدر نحللها. طيب، بس يقول الرئيس بمذكراته إنه النهج الذي يريدونه للبلاد كان كالتالي: الرئيس رفيق الحريري كان يريد أن يبيع شركتي الخليوي بملياري دولار، بينما هي تعطينا الآن نفس هذا المبلغ، وإنه كان الحريري سيستفيد من المشاريع التي طرحها لبيع المياه والكهرباء والخليوي، لأنه يعرف جيدا الشركات بصفته مقاولا، وكان له أسهم في شركة باريبا، ويريد أن يقيم صفقة مع سوسيتي جنرال وما إلى ذلك. يعني بعدد كتير، أنا ما رح عددهم كلهم. المواجهة كانت بالنسبة لموضوع المال بدأت بالموازنة. الموازنة يلي راحت على مجلس الوزراء وبلشت تندرس، اللي هي كانت الموازنة اللي اجت من الرئيس فؤاد السنيورة، لما اندرست بشكل جدي تخفضت 800 مليون دولار. أوكي. وصلت التخفيض كان سبب، حسب ما أنا بقول وأنا كنت موجودة وكنت خبيرة وكنت مسؤولة على موضوع الموازنة، في كتير تقل لشيء اسمه مال يعني سياسي. بمنطقة معينة بحجة الدعم منزيد شوي هون للسكر، منزيد شوي هون للشمندر، منزبط هون، منرتب هون. أوكي. بوزارة برئاسة الحكومة بحد ذاتها، بموازنة رئاسة الحكومة كان عنا مليارات محطوطين أنه إعلان وتسويق لبنان، عندي اياهم كل التفاصيل. اليوم اللي صار طلب الرئيس تخفيض الموازنة بشكل يفعل الدولة اللبنانية، بخفض العبء عن الاقتصاد الوطني، وبنفس الوقت بيفسح مجال لحتى نكون نزلنا العجز لأنه بيكلف كتير بالفوائد. وهيدا اللي صار لما راحت على مجلس النواب ورحنا عملنا الموازنة،
من زادت إلا بالجمعية العمومية 35 مليار ليرة لبناني زادهم وزير الأشغال وقتها كان نجيب ميقاتي حسب ما قالوا. طيب مسألة المديونية، لأنه في شرح كثير بالكتب عن مسألة المديونية أنه تخفضت المديونية. صحيح. في شيء غير اللي تفضلتي فيه؟ أول شيء في هالموازنة، في الموازنات اللي إجوا لبين ما رجع الرئيس الوزير يعني السنيورة كوزير مال أصيل، وقتها طلعت الموازنة بشكل كتير كبير وزاد العجز بشكل كتير كبير بأول سنة إجا فيها. شغلة صارت كتير مهمة وما حدا بيحكي فيها. نعم. للأسف حتى كل الحكومات اللي إجوا، حتى حكومة الرئيس الحريري اللي نعم. أنا برأيي لو ركز على الأمر مثل ما هو بيقدر يركز، شو هي؟ كان عمل معجزة. شو هي؟ تم تنفيذ شيء اسمه الخطة الخمسية للإصلاح المالي، وخطة أخرى للمشاريع. هي بدأت مع حكومة الرئيس سليم الحص، صح، وانتهت معه، يعني خلصناها وراحت على مجلس النواب وأقرت بمجلس النواب وفيها إصلاحات لحديت هلأ بهيدا الوقت. إذا بتجي لشي حكومة بتحب تقرأ بيصير في إنجازات كتير مهمة للبنان. نتمنى كامل الصحة لدولة الرئيس الحص. تفضل سي جورج. أنا بدي أعلق على الرئيس لحود، بس قبل مع ست جينا. يعني كأنك عم تقولي ست جينا أنه الوزير فؤاد السنيورة كان يحب الموازنات الكبيرة، مع العلم أنه بعتقد كل اللبنانيين بيتذكروا صوته بمناقشات الموازنات كيف كان يصرخ قدام النواب إذا بتريدوا خفضوا الموازنة وما بنقدر إلا ما يكون في توازن بين الإيرادات والمصاريف. بعتقد كل الناس بيتذكروها. واحد. اثنين، بتتذكر يا ست جينا نسبة الدين العام قد ايه زادت مع حكومة الرئيس الحص ببداية عهد الرئيس لحود بين 98 والألفين؟ أنا ما بعتقد أنه الدين العام زاد من وراء عهد الرئيس لحود لأنه كان بعده واصل. عهد الرئيس لحود عمل شغلات كتير مهمة ما كانت تنعمل قبل. ما تنسى أنه كان نحن عنا دين للشعب اللبناني، الدولة عندها ديون للشعب اللبناني. طلعت من سنة الستين. رح أقول لك ليش، ما في سبب. ليش؟ من سنة 1960 لسنة 1998 كانت الدولة اللبنانية ما بتدفع للشعب مستحقات من الدولة. يعني إذا حضرتك اشتغلت شيء مع الدولة ما بتقبض. الرئيس لحود والرئيس الحص نزلوا على مجلس النواب، مش عملوا شيء من عندهم، وأقروا قانون بمجلس النواب أنه دفع جميع المستحقات لسنة 1998 للشعب اللبناني. بفهم عبر دفع عبر عن ملاحظاتك. لا، أنا مش عم دافع عن ملاحظات أبداً أشرح. أبداً الفكرة يا مش جينا. أنا عم بحكي بالنتائج. نحن عم نحكي محيط. نحن لا، ما فينا نقول هيك. نحن اليوم شو ما فينا نقول؟ ما فينا نقول هيك. فينا نشوف أنه دفعنا 40% فوائد على الناس استفادوا من قبل ما يكون في العرق اللي كان يعملها الرئيس لحود وأمس. لا، هيدي قبل الرئيس لحود يا استاذ جورج. ما فيك قبل الرئيس لحود ال 40%. معلش، بيشبهوه كتار ايام الرئيس لحود وبعض الموجودين. لا، ايام الرئيس لحود نزلت الفايده على الليره اللبنانيه، وايام الرئيس لحود الشعب اللبناني كان له 10 سنين و20 سنه ناطر يقبض حق الارض اللي استملكوها. ما كان حدا استلم حقه، ولكن كانت مقابل سندات طلعت من مصرف لبنان بالليره اللبنانيه، ما تدين بالدولار الرئيس لحود، وكان ضد الدين بالدولار. اسمحيلي، عهد الرئيس لحود بلش بمضاعفه الدين العام 3-4 مرات باول سنتين، وانتهى بضرب باريز 2 وكل الاصلاحات الماليه اللي عملها باريز 2 بباريز بال 2002 واخترب البلد. ونحن لو باريز 2 اتطبق يا ست جينا بعتقد نحن ما كنا وصلنا لهذا. ما كان في الدنيا. ناس كفؤة الطب. اسمحيلي، كل الحكومات اللي اجت ما كانت كان كفؤة الطب، كانت بالكفاءة. تعرف كيف تسحب المصاري وتروح للجيوب الخاصة. بس كان في اقطاب بالقرصنة وبضرب البلد لمصالحهم الشخصية والسياسية. لا، ما فيك تقول اسمحيلي هذا واحد. الحريري ما كان خبير بموضوع تضارب المصالح بمنفعة خاصة. ما فيك، الواقع موجود. لك الله يخليكي، الله يخليكي. الدستور يلي بيكفل الملكية الخاصة ويلي سوليدير تحدد الدستور بالنص. هاي الشعبوية اللي بعدنا عم ندفع ثمنها لليوم. شعارات ضد التضارب الخاص بالعام. شو عم تحكي يا ست جينا؟
ولك شو عم تحكي حضرتك؟ عم بحكي علم. ولك عم بقول لك اي علم؟ ما حدا اهتم فيه. عم بقول لك خرب البلد بس ضرب باريس 2. طيب. ما خلى ولا بند من باريس 2 يتطبق. طيب. ولا بند. اوكي. شو عم تخبريني؟ تقولي لي التضارب الخاص والعام راح جمع 45 دولة بالعالم بباريس تيجيبوا مصاري على البلد ويعمل اصلاحات ماليه ما خليه يطبق ولا بند. اصلاحات كيف هلا طلع شو رئيس كيف هلا الرئيس خبرها ما كان موافق عليه حضرتك. رئيس لحود منه الشخص اللي وقف بوجه هو اللي الدولة. وقف هو اللي عطلها كلها بمجلس الوزراء. ما فيكم تتحملوا مسؤوليه واحد. اللي عملتوه قبل ما يجي الرئيس لحود. اثنين يا استاذ سامي تفضل. الرئيس لحود بس استاذ جورج انا بعرفك انك لايق مع السيدات. انا لايق يا استاذ سامي بس عن جد احيانا في شيء بيطلعك من ثيابك. طيب تفضل.